كلكم تعرفون إيه المثال الشهير، أصبح مثلاً. من الذي قاله الآن؟ سنكشف عنه. إنك لا تستطيع أن تصنع إيه؟ عجة بدون أن تكسر البيض. مخيف. كتب أحد إيه المناطق المصريين، قال هذا أنالوجي يعج بالدم، يسيل دماً عبيضاً هذا هذا. من الذي قال هذه العبارة؟ لينين، فلاديمير إليتش لينين. لينين ستالين، وبعدين إيه؟ قبله كان في لينين. لينين، لينين هو الذي قال هذا. قال إنك لا تستطيع أن تصنع عجة أومليت بدون أن تكسر بريكينج البيض. ماذا يريد أن يقول؟ لا تستطيع أن تنجز ثورة ولا أن تؤسس دولة وحكومة بغير أن تعدم كل المخالفين، كل المعارضين، كسر رؤوسهم عشان إيه العجة بعدين إيه؟ ما بدنا العجة هذه كلها يا أخي. شيء بخوف. نحن نستطيع أن ننقض إيه؟ هذا الأنالوجي الزائف، الفولس أنالوجي لينين، بأنالوجي ثاني. نقول له أنت بالمثل لا تستطيع أن تعالج المرض وتزعم أنك قضيت على المرض بالقضاء على إيه؟ على المريض. طبعاً رأس تعبانة، جسم تعبان، أزعم أنني قضيت على المرض بقتل إيه؟ المريض تماماً ودفني حياً، قضيت على المرض. والله ما شاء الله، من يعترف لك بهذا؟ إذا نستطيع أن نقابل إيه؟ أنالوجي، مماثلة زائفة بمماثلة حتى صحيحة. هذا غير صحيح بالمرة أنه يعتبر إيه قضاءً إيه؟ فاحذروا من هذه الأشياء. وعلى فكرة سيقول قائل هذه الأشياء ربما تتحدث عنها يعني إيه؟ تقع، لا لا لا، لا تقع المفكرين والكتاب والأذكياء. أنا أقول لكم هذه تقع يومياً في المساجد، على شاشات التلفزيون، في الجرائد، في أحاديثنا العادية مع بعضنا البعض، تقع ألوف المرات كل يوم، ويقع ضحايا لها ملايين البشر كل دقيقة دون أن يدروا. لم يدربوا ولم يتدربوا على إيه؟ على التفكير المنطقي الدقيق أيها الإخوة، ولم يكتسبوا مهارة أن ينجوا بأنفسهم من هذه الفخاخ الدموية الخطيرة التي تغتال وعيهم وتغتال رأيهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.